فصل. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الإنسان أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار عذاب الأليم. فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، سورة الزمر. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاه بلى نعلم عراه بلى ثياب غرلان بلى ختان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، سورة الأنبياء. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء ظهور بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، سورة الانشقاق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سورة الإسراء. ونؤمن من الموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، سورة الزلزلة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، سورة المؤمنون. من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من ألهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة فمن دخل النار بين المؤمنين أن يخرجوا منها وهي
النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار من المؤمنين أن يخرجوا منه، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم مأواه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر ونهاية وإنيته وأنيته كالنجوم السماء الحسنى وكثيرة، يريده المؤمنون من أتمه من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، ونؤمن الصراط المنصوب على جهنم يرى الناس عليه على قدر أعمالهم في مر أو لهم كالبرق ثم كمر الطير، وشد الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، ونؤمن بكل ما جاء في كتاب السنة إن أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها، ونؤمن بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله للمؤمنين المتقين، فيها النعم ما العين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلبي بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والنكل نكال ما لا يخطر على البال. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. سورة الكهف. وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الأبدين ومن يؤمن بالله ويعمل الصالح حن يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. سورة الطلاق. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. سورة الأحزاب. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فمن شهد بالعين شهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عين النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ومن شهادة بالوصف شهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فمن شهد بالعين شهد لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوها هما، ومن شهد بالوصف شهادة لكل كافر أو مشرك شريك أكبر أو منافق. ونؤمن بفتن القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورة إبراهيم. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بالنعيم القبر المؤمنين الذين
تتوفتهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون. سورة النحل. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. سورة الأنعام. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بالأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. والله المستعان. السلام عليكم.